تطور هائل في التكنولوجيا الحديثة، فاستخدامها بات مهما في نهضة الدول كأساس للتنمية وكأساس لاتساع رقعة الشباب في المجتمعات. جعل هناك أهمية للاعتماد على خبراتهم وتمكينهم من تولي المناصب القيادية، فالشباب هم صناع المستقبل. بعد نجاح مؤتمرات الشباب السابقة في خلق تواصل بناء بين الدولة والشباب، وفي خطوة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الشباب المصري وفتح مجال الاحتكاك مع شباب دول العالم، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ضم صوته لصوت شباب مصر بدعوة شباب العالم ومشاركتهم في المؤتمر السنوي، لتكون رسالتنا للعالم رسالة تنمية وسلام ومحبة، ونقدم للعالم كله شبابنا الواعد الصانع للمستقبل. محاور عدة يناقشها المؤتمر، من بينها صناعة قادة المستقبل، ويتم فيه استعراض التجارب الدولية البارزة في تأهيل وتدريب الشباب ودور الدول والمجتمعات في صناعة قادة المستقبل. منتدى شباب العالم لا يهتم فقط بتحفيز الشباب على المشاركة في تحقيق أهداف الألفية كما هو الحال بالنسبة للمنتديات الأخرى، وإنما هو جزء كبير من جدول أعمال المنتدى مرتبط بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في ديسمبر 2015، والذي يتعامل مع الشباب كأداة من أدوات تسوية النزاعات وبناء السلام، وهو ما ينعكس في جلسات اليوم الثالث للمنتدى والتي تهتم بدور الشباب في بناء السلام في الدول الخارجة من الصراعات والنزاعات. حيث أنه من المتوقع أن يتم خلال المنتدى انتخاب ممثل عن المشاركين يتم ترشيحه ليكون ضمن القادة الشباب 17 الذين تسعى الأمم المتحدة لتعيينهم ليكونوا مسؤولين عن تحفيز الشباب حول العالم لتحقيق أهداف الألفية، فضلاً عن انتخاب ممثل آخر يتم ترشيحه ليكون ضمن صانعي السلام من الشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نجاح هذا المنتدى في توصيل رسالة مفادها أن شباب مصر نجحوا في تجميع شباب العالم ليتشاركوا الرؤى حول المستقبل ليكون أكثر سلاماً وازدهاراً، خصوصاً من خلال إتاحة الفرصة للشباب من مختلف دول العالم لأن يعرضوا خبراتهم في مجال تسوية النزاعات في دولهم.